هذا أكبر زلزال ضرب اليوم، ماشي أكبر زلزال ضرب في في تايوان. اليوم ضرب 6.1 درجة، ما لا يعتبر أكبر زلزال، ولكن زلزال يعني تململت الديور، كان اللي تشقى. شوف شوف البولات كيف كجرى عليهم. العمارات مشاو وجاو، خاصك تحل الباب والبولات طاحوا، اللي عنده شي حاجة افتخر بها طاحت ليه في الأرض، ولكن الديور ما طاحوش، هذا هو الأساس، ما كانش خسائر بزاف.